الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساكم بكل خير من صالة الشيخ سعد العبد الله الصباح طيب الله ثراه. محمد يوسف مدو يحييكم عبر تلفزيون دولة الكويت القناة الرياضية، والتي تنقل لكم مباراة الدوري الدرجة الأولى، وهذا اللقاء الذي يجمع بين ناديين النصر وخيطان. أمامك حكام لقاء اليوم القاري عبد الرحمن ملة وزميله يعقوب اليوسفي. نترككم الآن مع النشيد الوطني لدولة الكويت العربية. وطني الكويت سلمت للنجدي. لقاء اليوم بين النصر وخيطان، ثالث الترتيب ورابع الترتيب. لقاء راح يكون هناك في ندية كبيرة بين الفريقين. النصر لحد الآن متمسك بأمل التأهل، على أمل أن يتعثر الصبيخات في لقاء الغد أمام الساحل. وهناك ايضا لقاء عنده اخير مع نادي اليرموك. لحد الان على الورق النصر يملك الامل، ولكن يعتمد على نتائج نادي الصبيخات. اليرموك رسميا تاهل، اما للصبيخات في حاله فوزه غدا في لقاء الغد امام نادي الساحل نقول له خلاص مبروك، وتتم له مباراه اخيره امام نادي اليرموك ليتم حسم فيها من الاول ومن ثاني هذه البطولة ومن بطل دوري الدرجة الأولى. أمامك المدير الفني لنادي النصر صالح أبو شكريو، هذا طبعا المدرب، المدير الفني الكابتن مناور دهش، هذا صالح أبو شكريو. حكام لقاء اليوم حكام أرض عبد الرحمن الملة الغاري وزميله يعقوب اليوسفي. حكام طاولة ميقاتي ومسجل يوسف القبندي ومحمد أسد. حكم المراقب الفني الحاكم الدولي أحمد المطوع، ومراقب إداري لهذا اللقاء الحاكم الدولي هاني أبل. هذا أمامك نادي النصر وهو متمسك بأمله، وهذا حق مشروع لنادي النصر، هو التمسك في أمله على أمل. هذه كرة يد وهذه لعبة جماعية، ممكن يحصل أي شيء، ممكن يتعثر الصبيخات غدا، وهو يتمسك بأمله ويلعب لآخر رمق من هذه البطولة، ما دام عنده أمل يلعب. راح نبدأ لقاء اليوم والإرسال مع نادي خيطان مع لاعب الدائرة. بسم الله نبدأ الإرسال مع نادي خيطان. فهد الفاضل، هذا نادي خيطان، يوسف البلوشي، هذا فيصل قحطاني. الكرة متداولة، خيطان، فهد الفاضل، يوسف البلوشي إلى هاشم البلوشي. هذا هاشم البلوشي لاعب الشاب، فهد الفاضل، يوسف إلى هاشم، حاول الدخول التصويب من هاشم، أولى وتصدي من جابر العازمي. فاس بريك سريع إلى ويسجل المطيري، يسجل. هذا أمامك اللاعب مطلق المطيري الأشول، بعد تمريرة فاس بريك جميل من جابر العازمي الحارس الخبرة، سجل منها مطلق المطيري أول أهداف هذا اللقاء من فاست بريك. خيطان، فهد الفاضل، يوسف إلى هاشم البلوشي، إلى يوسف، فهد الفاضل، هاشم البلوشي، يوسف، محاولة الدخول وهدف يوسف البلوشي. يوسف البلوشي هذا اللاعب المميز، يوسف البلوشي يسجل هدف التعادل. تعود مختار كوري ويسجل الجزائري، الجزائري صاحب الشمال المحترف الجزائري مختار كوري. هذا هدف يوسف بلوشي والدخول والتسجيل
وهذا هدف مختار كوري اللي رد عليهم بالسنتر السريع، هدف سريع، مباراة سريعة من بدايته. يوسف إلى فهد الفاضل، يوسف البلوشي، هذا هاشم البلوشي، يوسف إلى هاشم، حاول دخول هاشم، دفاع قوي من مختار كوري، هذا اللاعب الصغير هاشم البلوشي. والله شيء جميل لما نشوف لاعبين صغار يزج فيهم الفرق وأنديتنا، نبي لاعبين صغار. ويوسف بلوشي، وهدف جميل، هدف جميل يوسف بلوشي، ثاني لخيطان، ثاني له شخصية، وتعود سريعة وكوري، والقائم يا كوري، القائم يا مختار، وإيقاف للوقت دقيقتين، دقيقتين، هناك خطأ، إيقاف للوقت، هناك خطأ، هاشم البلوشي، هذا هدف يوسف البلوشي لاعب، وهذا الإيقاف دقيقتين، هذا إيقاف دقيقتين، هناك خطأ، خطأ، إيقاف على هاشم، هذا اللاعب الصغير. ما علي هاشم، تنقصك الخبرة، يمكن هذه أول مباراة له ينزل كلاعب أساسي، عند الحماس، عند الرغبة، تتعلم يا هاشم. 2-2 واستئناف اللقاء، خيطان ناقص لاعب بعد طرد هاشم البلوشي، دقيقتين، تعود للنصر، القحطاني فيصل، مختار كوري، ساير البطيري، وتعود للجناح المزين، ويسجل المزين، ويقاف للوقت، اللونج ستيب، اللونج ستيب، دقيقتين، دقيقتين، هذا على لاعب الجناح بنادي خيطان، ايقاف دقيقتين على عبد الرحمن الفاضل، ايقاف دقيقتين، هذا واضحه، شفتها يا عزيزي المشاهد، اللونج ستيب واضحه، ايقاف دقيقتين، هذا الكابتن بشار يعاني في الدقائق الاولى، ايقاف دقيقتين للاعبين، يعني يلعب باربع لاعبين وحارس، لكن الآن تم استبدال امتيجول، استبدال حارس بلاعب، فهد الفاضل إلى الحداد، يوسف نزل لاعب الخبرة يوسف الحداد، إلى إبراهيم البلوشي، الحداد إلى الفاضل، يوسف الحداد بحاول دخول التصويب، وهدف يا الخبرة، الخبرة يوسف الحداد، يسجل رغم النقص العددي بلاعبين، إلا أن خيطان يسجل رغم النقص العدد، شوف الحداد تصويبه بالخبرة، هذه بالخبرة خذها الحداد، شوف يوسف يسجل هدف التعادل، وتصويبه وتصدي من عبد الله بلوشي، خيطان بالنقص العددي بلاعبين يتفوق، سجل وناقص، والآن تصدى، وهذا صار أبو شكريو أكيد أكيد قاعد يقول يطلع من تمان، أكيد ناقص لاعبين، المفروض هو اللي يبادر ويسجل ويستغل هذا النقص، ولكن بالعكس خيطان هو اللي استغله. فهد الفاضل إلى عبد الله تشاوري، إلى إبراهيم البلوشي، فهد الفاضل إلى إبراهيم البلوشي، فهد الفاضل محاول دخول التصويب، وخطأ، خطأ، هناك إعاقة أثناء التصويب من فهد الفاضل، وهذا الحكم يعقوب اليوسفي يقول لا اطلع برا التسعة ونفذها. الحداد إلى فهد الفاضل، وتصدى جابر العازمي، تعود سريعة فاس بريك، ساير، ساير، ويسجل ساير، يسجل ساير الهدف، التقدم، ساير العنزي، هذا ساير العنزي لاعب مميز، لاعب البي ميكر، وهذا جابر العازمي الخبرة حارس، إلى ساير الفاس بريك، ويسجل هدف التقدم لنادي النصر عن طريق ساير العنزي. 4-3 خيطان، وكمل خيطان بدخول عبد الرحمن الفاضل، عود يوسف البلوشي، فهد الفاضل لعبد الرحمن الفاضل، إلى فهد، يوسف البلوشي، الحداد محاول دخول، ويوسف، فهد الفاضل إلى عبد الرحمن الفاضل، وهدف عبد الرحمن، هدف عبد الرحمن الفاضل، يسجل، تعود سريع للنصر، القحطاني فيصل، وخارج المرمى يا فيصل، خارج المرمى يا فيصل، هذا فيصل يبتسم، هذا هدف عبد الرحمن الفاضل من الجناح على طريقة السمكة، هاي يسمونها السمكة، لاعب يمين يلعب وينج عكسي، وهذه تصوية فيصل اللي صوبه خارج المرمى. 4-4، 5 دقائق على بداية الشوط، كرة مع خيطان، يوسف إلى عبد الرحمن الفاضل ليوسف بلوشي، هذا تشاولي إلى يوسف بلوشي، حاول الدخول، وجابر العازمي، جابر العازمي الخبرة الحارس، اوه يا جابر، صح 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 صح، وابتسامه، عرف جابر
عرف جابر ان هناك خطأ. بتقول لي ليش عزيزي المشاهد؟ لان جابر طلع برا الستة متر، صح كان لاعب تمررت للكرة، مررها لمطلق ودخل داخل وتم تمريره مرة اخرى له وهو داخل. ما يصير اللاعب يمررها للحارس داخل الستة متر، ما يصير قانونيا خطأ، فاول 9 متر تعود لخيطان ويوسف ويتصدق جابر، وتعود لتشاولي ياخذها تشاولي ويهدي ويهدي خيطان هاشم البلوشي الى يوسف 4-4 لحد الان، ويهدي خيطان هاشم البلوشي الى يوسف، حاول دخول يوسف ودفاع قوي من ناصر الفرج، دفاع قوي. هذا يوسف البلوشي لاعب مشاكس، هذا يوسف البلوشي لاعب سريع ومميز، هذا يوسف البلوشي حاول الدخول. والله قلت لك عنه، قلت لك عنه يوسف البلوشي لاعب مشاكس ما شاء الله، يملك سرعة ومهارة فردية ما شاء الله عليه يوسف. هذا يوسف يعني مو أول مرة، هذه يمكن ثاني أو ثالث كرة، هو لحد الآن مسجل 3 أهداف يوسف البلوشي بنفس الطريقة بالمهارة الفردية. هذا أمام التصديات 9 تصويبات على النصر بأربع تصديات من جابر العازمي، و5 تصويبات على خيطان بتصدي واحد لعبد الله عبد الرزاق البلوشي. تعود للنصر، خيطان متقدم وكوري ويتصدى عبد الله البلوشي، يتصدى وسريعه وجابر، ورميه جانبيه، رميه جانبيه، رميه جانبيه. هذا جابر العازمي متحسف، جابر متصدي لحد الان يعني لمده 7 دقائق صايد لأربعة. برافو يا جابر، رغم حلو بسبع دقائق 4 تصديات رغم حلو، وهذا مو غريب عليك يا جابر، حارس مميز جابر العازمي. تعود لخيطان بتقدم بهدف خيطان، يوسف فهد الفاضل ورمية زاوية، رمية زاوية. هذا الحكم الأسمر الجميل عبد الرحمن الملة، حكمنا الغاري المميز. وتعود هاشم إلى يوسف إلى فهد الفاضل، يوسف البلوشي والدخول، ودخول خاطئ يا يوسف هالمرة، دخول هالمرة دخول صادق فيها فيصل القحطاني، صادق فيها فيصل القحطاني هالمرة، واللي صادق فيها حكمنا القاري عبد الرحمن الملة. دخول خاطئ صحيح وصريح، هذه التورنوفر الأخطاء الفنية عزيزي المشاهد، خطأ فني واحد على خيطان ومثله للنصر. دخول ساير لعنزي والقائم هدف، أنا أقول لك هدف، نظرتي نظرتي هدف كانت واضحة، ولكن لعادة راح أتأكد لك، لعادة راح أتأكد لك. شكرا مصورينا، شكرا يعقوب بولند مخرجنا الرائع والمميز، شكرا، أكد على كلامي وعلى قرار حكم اللقاء يعقوب اليوسفي. تعود 5-5 خيطان يوسف البلوشي إلى فهد الفاضل، فهد الفاضل هاشم محاولة الدخول والتصويب والتصدي، تصدي جميل من كانت سهلة سهلة، يتصدى لها جابر العازمي، تصدى جابر العازمي. تعود للنصر 9 دقائق فيصل القحطاني تعادل، مختار كوري تفلت منه ويهدي، يهدي مختار كوري، يهدي نادي النصر، يبي يتقدم يبي كرة مضمونة مختار كوري. ساير العنزي محاول الدخول، دفاع قوي من فهد الفاضل من نادي خيطان، يلعب الدائرة ناصر الفرج إلى ساير العنزي القحطاني، وهدف، هدف يسجله فيصل القحطاني، هذا اللاعب المميز لاعب الجناح لكن يلعب الآن في مركز الباك، هذا فيصل القحطاني، ويسجل هدف بالزاوية البعيدة واليمين للحارس عبد الله البلوشي، ويتقدم النصر بفارق هدف. داشين على 10 دقائق عزيزي المشاهد، النصر 6 خيطار 5 فارق هدف، لسه في وقت كثير ولسه في كلام كثير من هذه المباراة. وتعود لخيطان وفهد الفاضل، فهد الفاضل يسجل التعادل، هذا اللاعب الأشول سريع للنصر المزين إلى مختار كوري إلى ساير العنزي، ويهدي ساير، يهدي رجع دفاع خيطان الرجوع السريع، هذا هدف فهد الفاضل. شوف لاعب يتخطى المزين ويصوب من الستة متر، ومختار كوري وعلقها، علقها مختار، علقها مختار، هذا الأشول الجزائري
الجميل هذا مختار كوري، لاعب طويل قامة ما شاء الله، يمكن في متر 93 أو 94 ما شاء الله، وينط جنب وتخليه يوصل ل 7 متر. وين تصيده؟ وين تصيد هذا؟ لازم تقابل على 9 متر. يتقدم النصر بهدف. هاشم البلوشي إلى يوسف فهد الفاضل، أوه يا فهد يا فهد يا فهد يا فهد الفاضل، هدف جميل وتهويشة رائعة وجميلة ومهارة فردية لفهد الفاضل، يسجل هدف تعادل. شوف فهد، هذا هدف، هذا هدف فهد الفاضل. شوف، أوه يا فهد، أوه يا فهد يا فهد، تهويشة جميلة بالجسم وتغيير اتجاه الجسم بالدخول إلى للداخل ويسجل هدف فهد الفاضل، هدف جميل من الأشول الجميل فهد. دخول فيصل، هناك خطأ وإيقاف للوقت، إيقاف للوقت، إيقاف للوقت، في خطأ صح، قلت لك في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ، إعاقة كانت، ما فيها أي مشاكل، تداخلت قرارات الحكام وبالنهاية في تشاور، ما دام ما تم تنفيذ الكرة عادي يتغير القرار، ما في أي مشكلة، هذا قانون. تعود للنصر، مختار كوري وتصدي، هناك خطأ. عزيز المشاهد، مثل الحالة اللي صارت، إذا اختلفت قرارات الحكام وتصويبه خارج المرمى، إذا اختلفت قرارات الحكام ما في أي مشكلة، بالنهاية هم بشر، الحكم من جهة شافها وحكم المرمى من جهة شافها حالة أخرى، يتم إيقاف الوقت والتشاور والاتفاق على قرار بعد التشاور ويتم تعديله، حتى لو كان القرار معاكس ما في أي مشكلة، ما دام ما تم تنفيذ الخطأ مع الصافرة يمكن على الحكمين يغيروا القرار، ما فيها أي قرار، ما فيها أي مشاكل، بالنهاية هم حكمين يساعدون بعضهم البعض. تعود للخيطان، هاشم وجابر العازمي، جابر العازمي المتألق، المتألق في 12 دقيقة، يعني وجهة نظري وقراءتي الفنية، جابر ما شاء الله 12 دقيقة 6 تصديات، برافو يا جابر، يعني لولا تصديات جابر العازمي لكانت النتيجة مخالفة لما هي عليها الآن وهي التعادل. وساير إلى مختار كوري، تمرير الدائرة، والصلال يا الصلال يا الصلال، عطاك إياها على طبق من ذهب يا أحمد الصلال، سريعة فاس بريك، عبد الرحمن الفاضل والقائم، القائم وقبلها من الصلال بالعارضة، العارضة والقائم يتمون على النتيجة على ما هي عليه، 7-7 7-7 شاءت عارضة وقائم النصر وخيطان على البغاء على النتيجة. أوه يا فيصل القحطاني، يا فيصل القحطاني، والله فيصل القحطاني قاعد يوجه رسالة حق صالح بوشكريو، يقول له ترى تقدر تلعبني باك، ترى أنا زين لعبني باك، قاعد أمشي لا تثبتني على الجناح، أنا جوكر، وهو جوكر، لاعب مميز فيصل القحطاني، يسجل له هدفين لحد الآن، وهو لاعب جناح بالأساس. وفهد الفاضل، يا فهد يا فهد يا فهد، بالسهل الممتنع، بالسهل الممتنع فهد الفاضل، والله هذا اللاعب فهد الفاضل أمانة وتكلم بأحقية، متطور هذا الموسم بشكل ملحوظ، يعني عزيزي المشاهد، يعني بما أني أنا حكم في كرة اليد وأيضا معلق، ملاحظ هذا اللاعب من كان بالمراحل السنية كان يلعب بالجناح، يعني هذا الموسم يعني صاعد مستواه 70-80% للأمانة، أتكلم كلمة حق، لاعب متطور. وتعود للنصر، وساير وما فيه شيء يا ساير، وتعود لخيطان سريعة، أحمد إسماعيل فهد الفاضل إلى أحمد إسماعيل عبد القدوس، ويهدي يهدي يهدي خيطان، 8-8 انتصفنا الشوط عزيز المشاهد، 15 دقيقة مباراة حلوة بين الفريقين، لم تبتعد أكثر من فارق هدف وتعادل، مثلها مثل لقائهم السابق اللي انتهى في ثوانية الأخيرة بفوز خيطان، كانت مباراة فيها شد كبير ومباراة مثيرة. خيطان، هاشم إلى يوسف البلوشي، إلى هاشم، التصويبة يا هاشم يا هاشم،
هاشم البلوشي، هاشم البلوشي، شوف لا 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 لا، لسع هاشم، لسع هاشم، شوف من وين هذا الصغير، هذا الرائع هاشم البلوشي. عزيزي المشاهد، انا احب اللاعبين، اللاعبين الناشئين احبهم، احبهم، ونتمنى ظهور لاعبين الناشئين واعطائهم الفرصه بالبروز. وهذا هدف جميل يسجله هاجم، هدف التقدم، حطها بالتسعين، والله حطها بالتسعين، تعود للنصر. فيصل قحطاني، دفاع قوي من هاشم، تعود لمطلق البطيري وحاطها مطلق، لكن خط، لمس للخط على مطلق، لمس للخط على مطلق، اشاره واضحه، خلينا نشوفها. هذا مطلق المطيري، لا صح صح، شكرا مخرجنا وبرافو حكمنا الغاري عبد الرحمن الملة، قرار صحيح، لمس للخط. وهذا امامك التورنوفر عزيزي المشاهد، الاخطاء الفنيه، خطأين فنيين على خيطان وثلاث اخطاء فنيه على النصر. هاشم الى يوسف، متقدم خيطان بهدف، هل يوسع الفارق؟ هذه راح نشوفه. يوسف بلوشي الى هاشم، والدخول، اوه يا هاشم يا هاشم، هاشم البلوشي يحط اسمه ويوثق اسمه في هذا اللقاء، والتهويشه الجميله والمرور والتسجيل من هاشم البلوشي اللي يبدا ويشهر ولادته بهذا اللقاء. هاشم البلوشي يتقدم بهدفه، تمرير دائره ورميه سبع امتار، رميه سبع امتار بعد اعاقه ناصر الفرج، شوف استلمها ناصر، اعاقه، اعطاه فرصه، نزل نزل، رميه سبع امتار، رميه سبع امتار، اعطاه الفرصه مع الاعاقه، رميه سبع امتار. احمد الصلال ولا البلوشي؟ واحمد الصلال يسجل، احمد الصلال يسجل، هذا اللاعب احمد، هذا رميه سبع امتار اللي نفذ احمد الصلال، وسجل منها هدف بمرمى عبد الله عبد الرزاق البلوشي. وهذا صالح ابو شكريو يبي يتقدم، واقف يوجه لاعبين النصر، خيطان متقدم، 10 خيطان، 9 النصر، داخل على الدقيقة 18 عزيزي المشاهد، باقي 12 دقيقة وخيطان متقدم بهدف. هاشم البلوشي إلى يوسف، إلى فهد الفاضل، والتصويب، وجابر العازمي، وياخذها عبد الرحمن، وإيقاف للوقت، إيقاف للوقت، ودقيقتين يا جابر، دقيقتين يا جابر، دقيقتين يا جابر. انت حارس مرات تعرف ليش عزيز المشاهد، لا قضبها مسكها عبد الرحمن الفاضل، راح نشوفها، شوف تصدى جابر، خذها عبد الرحمن، انطلق عليه، انطلق عليه، يعني شوف يعني اندفاع على الارض، بتشوف وتصادم، تصادم، قرار صحيح، الكره مسكها، انت طقيت الكره من ايده يا جابر، وايضا اصطدمت فيه بطريقه يعني نعتبرها فيها اندفاع او فيها نوع من الخشونه، نوع من الخشونه والاندفاع. ايقاف دقيقتين على جابر، طبعا لازم عزيزي المشاهد اللقاء لا يستانف الا بوجود حارس، انطرد حارس، طلع لاعب ودخل حارس مكانه، ما ستلعب من غير حارس مرمى. قرار صحيح من حكم اللقاء، قرار صحيح. طبعا صالح الشكري يلوم جابر، يقول انت حارس خبره، يعني انه قاعد يحتج جابر، القرار كان صحيح من حكم اللقاء واضح، وانت حارس خبره يا جابر ما تحتاج، خلاص تدري الحكم ما راح يرجع بقراره. تمرير الدائره، ابراهيم، وابراهيم هدف، هدف بعد لعبه جماعيه جميله وتمريره راح، تشوف هذا الفاضل، وابراهيم بعد تمريره من يوسف البلوشي لابراهيم البلوشي لاعب الدائره رقم اربعه يسجل هدف التقدم. النصر ناقص لاعب ام تي جول، قاعد يلعب ام تي جول نادي النصر. مطلق المطيري الى القحطاني، مختار كوري، وخلنا نشوف عبد الرحمن، وهذا بشار البلوشي المدير الفني لنادي خيطان، طبعا لاعب 5-1 او مان تو مان على ساير العنزي. المطيري مطلق الى القحطاني، الى مختار كوري، محاولة الدخول، دفاع من ابراهيم، تمرير الجناح، اوه يا ناصر الفرج، ناصر الفرج يسجل، يسجل ناصر الفرج، يسجل هدف، هذا هدف ناصر الفرج، سجلها بالزاوية الضيقة بعد تمريرة جميلة من مختار كوري المحترف الجزائري، يسجل النصر رغم النقص العددي. فارق هدف، خيطان، هاشم إلى يوسف البلوشي، حاول الدخول، التصويب، وبالبلوك
بالبلوك ورمية زاوية، رمية زاوية عبد الرحمن الفاضل إلى فهد الفاضل، تمرير الدائرة إبراهيم وهدف. نفذها سريع خيطان، نفذها سريع وقاعد يلعب اللعب السريع ويسجل خيطان، يستغل النقص العددي، وهذا هدف إبراهيم البلوشي بعد تمريره من فهد الفاضل الجميلة. يتقدم خيطان فارق هدفين. آخر عشر دقائق، مختار كوري إلى ساير، إلى مختار، إلى القحطاني، هذا فيصل محاول الدخول، تمرير جراح مطلق إلى فيصل القحطاني. وش اللي صاير مع النصر؟ قاعد تفز الكرة، ساير إلى مختار وهدف، هدف لمختار كوري، هدف لمختار كوري. هذا الهدف من خلف من تحت ايد المدافع، يخش نفسه ورا المدافع وينزل ايده، تكون صعبة على حارس المرمى. هذه الكرات اللي يخش فيها اللاعب ايده ورا المدافع يصوبها من اسفل. تعود لخيطان يوسف الى هاشم البلوشي، الى يوسف البلوشي والدخول الى فهد الفاضل، تمرير جراح جميلة عبد الرحمن الفاضل والقائم. هالمرمى هالمرة تضرب بالقائم يا عبد الرحمن الفاضل. هذا جابر العازم، هذا جابر. 21 دقيقة، 12 خيطان، 11 النصر. وهذا صالح ابو شكريو ويمه المدير الفني مناور دهش ابو تركي ومن لا يعلف هذا اللاعب والمدير الفني. وتصويب وتصدي من عبد الله البلوشي، وتعود سريعة فاست بريك، تشاولي وحلوة وتشاولي وهدف، هدف تشاولي، هدف تشاولي. يتقدم خيطان، هذا عبد الله البلوشي، الفاست بريك الجميل لعبد الله تشاولي والمهارة والخداع والدخول التصويب، ويتقدم ويعود الفارق إلى هدفين. محاول الدخول ساير، طبعا اقطعتنا الهجمة عزيزي المشاهد ومن لا يعرف بو تركي مناور دهش، لاعب الدولي السابق ولاعب نادي النصر، كان لاعب مميز باخلاقه ولعبه مناور دهش. دخول خيطان، تعود مطلق المطيري الى مختار كوري، وهدف مختار، هدف لمختار كوري. هذا المحترف الجزائري المميز، يعني شوف لاعب وصل لي 7-6 متر، صعبه على الحارس. هذا مناور عزيزي المشاهد، قلت لك عنه ابو تركي غني عن التعريف، ياما كانت لصولات وجولات، كان لاعب مميز، كان يثري دورينا بلعبه، كان لاعب خط خلفي، لا صيته ولا اسمه ابو تركي، ربي حفظك ويعطيك الصحه والعافيه يا مناور دهش. وتعود فارق هدف خيطان، يوسف البلوشي الى هاشم فهد الفاضل، يا جابر يا جابر يا جابر العازمي، والله انك مميز يا جابر ومتألق، احمد ربك اكيد، الف ربي لك الحمد. وتصويبه وتصدي من عبد البلوشي، تعود الى الصلال والبلوشي مره ثانيه، البلوشي على مرتين، على مرتين البلوشي، برافو. هذا عبد الله عبد الرزاق البلوشي، حراس المرمى قاعد يردون على بعض، يتصدى جابر يرد عليه عبد الله عبد الرزاق البلوشي. هذا امامك 8 تصديات لجابر العازمي و6 تصديات لعبد الله عبد الرزاق البلوشي ابن حارسنا الدولي السابق عبد الرزاق البلوشي. دخول خيطان، دفاع قوي من ناصر الفرج على هذا اللاعب الناشئ هشام البلوشي، او هاشم عفوا البلوشي. فهد الفاضل، يوسف الى هاشم الى يوسف البلوشي، على الدخول تمرير الدائره ابراهيم، دفاع قوي من احمد الصلال، دفاع قوي من احمد الصلال، دفاع قوي. الدقيقة 24، باقي 6 دقائق، وخيطان متقدم بهدف. يوسف البلوشي إلى فهد الفاضل إلى هاشم، تمرير ليوسف، مشارة اللعب السلبي، عبد الرحمن الفاضل محاول دخول التصويب، وخلاص نزلت فيها 4 خطوات نزلت فيها وسريعة، فاز بريك من جابر لساير، والتعادل يا ساير، التعادل يا ساير العنزي، التعادل يسجله ساير العنزي. هذا جابر العازم حارس
مميز وخبره. بس يا جابر لو تترك عنك يا جابر الاحتجاجات والكلام مع حكام اللقاء يا جابر، ولا انت ما شاء الله حارس مميز وخبره، اترك عنك الاحتجاجات وتكون انت والنصر بألف خير. ونعود للقاء، تعادل اخر خمس دقائق، خيطان يوسف الى هاشم الى الحداد، زي الحداد فهد الفاضل انتقل للجناح، ودخول حداد الى هاشم او يوسف، تبريد الدائره ما وصلت، تنقطع سريعه للنصر، ناصر الفرج الى القحطاني، والدخول تمرير ناصر الفرج، اوه يا ناصر يا ناصر ناصر الفرج، اي يا ناصر طريقه جميله وفنيه ناصر الفرج، شوف بالهادي على الهادي على الهادي سجلها بالعقل بالعقل، شوف 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 بكل هداوه فتح ايده ونزلها فرها على الريل الثابته، حلوه جميله من ناصر الفرج بالعقل، هذه نقول عنها بالعقل، يسجلها ويتقدم النصر فارق هدف. تعود لخيطان يوسف الحداد الى فهد الفاضل الى الحداد الى يوسف البلوشي الحداد الى فهد الفاضل، تقاطع خروج ذا بالجناح، ويوسف الى فهد الفاضل، واشاره اللعب السلبي واضحه، يوسف البلوشي الى فهد الفاضل، الدخول ويسجل، يسجل فهد الفاضل، يسجل فهد الفاضل من الجناح، هذا فهد الفاضل سجل هدف التعادل، هذا فهد يسجل بالزاويه الضيجه لجابر العازمي، شوف حطها له والله والله ما في يعني خرمبره، مسافه صغيره حطها بالملي، حطها بالملي فهد الفاضل، هذا الحوار الجميل بين حكم اللقاء القاري عبد الرحمن الملا ومناور دهش، دخول النصر مختار كوري، تعادل 14-14 اخر ثلاث دقائق و15 ثانيه نهايه الشوط الاول، فيصل قحطاني حاول الدخول تصويبه وهدف، هدف يسجله هذا الاسمر الاشول فيصل القحطاني، هذا فيصل اللي سجل من التسعة متر، يسجل فيصل القحطاني ويتقدم النصر فارق هدف، خيطان هاشم الى يوسف، يوسف الحداد الى يوسف بلوشي، هاشم البلوشي الى يوسف، خيطان قلب خارج زو اثنين على الدائره، ويوسف وخطا دفاع دفاع من النصر، خيطان لاعب اثنين دائره اثنين دائره، نزول يوسف الحداد، يوسف البلوشي حاول الدخول الى الجناح تشاولي، ويسجل عبد الله تشاولي، يسجل عبد الله تشاولي، يقول لهم يلا بعد بعد يا شباب نبي، يسجل عبد الله تشاولي ويثير حماس ربعه، يقول لهم يلا بعد نسجل نبي بالدفاع، 15-15 دقيقة 28 آخر دقيقتين على نهاية الشوط الأول، ولقاء متكافئ لحد الآن، وإدارة هادية وموفقة من حكامنا حكام اللقاء القاري عبد الرحمن الملا وحاكم درجة أولى يعقوب اليوسفي، وتعود النصر مختار كوري وهدف وإيقاف للوقت، صح يا هاشم صح يا هاشم، كان هناك لعب على كتف مختار كوري، أعطاه الفرصة وسجل، شوفه لا صح 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 لعبت على إيده، سحبت إيده لورا وتعت فرصة، شوف لا 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 يا هاشم قرار وإتاحت فرصة جميلة، نقول لك برافو حكمنا يعقوب اليوسفي المميز، يعقوب اليوسفي بقرار بإتاحة الفرصة احتساب الهدف ومن بعدها الرجوع إلى العقوبة لمدة دقيقتين على هاشم البلوشي، طبعا حكمنا يعقوب اليوسفي حكم درجة أولى وهو من الحكام المميزين والمبدعين في إدارة مباريات المهمة، ولكن سوء الحظ والإيقاف الدولي على لعبتنا ورياضتنا السنتين خلته يطوف السن القانوني لأخذ الشارة القارية،
ولكن تتم انت لاعب وحكم مميز يا يعقوب اليوسفي. ونعود للقاء الحداد الى فهد الفاضل وحاول دخول تصويب وما فيها شيء يا فهد، انت كذي تبي تاخذ ولكن ما تمشي على حكامنا، حكامنا صاحين انت بهذه الحركه ايدك فاضيه وتعود للجناح المطيري. اوه يا ساير، اوه يا مطلق يا مطلق يا مطلق المطيري، صاحي عبد الله البلوشي، صاحي عبد الله البلوشي ويحرم مطلق المطيري من تسجيل فارق الهدفين. خيطان ناقص اخر نص دقيقه، خيطان يلعب امتي جول، خيطان ما راح يكمل الا بالشوط الثاني عزيزي المشاهد، يلعب امتي جول خيطان بسبب النقص العددي، استبعاد هاشم البلوشي. فهد الفاضل يوسف الى الحداد الى فهد الفاضل، نزول اثنين على الدائره، يوسف البلوشي الى فهد الفاضل، وهناك حجز خاطئ تعود سريعه، ساير يقول ينفذها من مكان الخطا. اخر ثلاث ثواني او ثانيتين تصويب مرمى وخارج المرمى، وانتهى عزيزي المشاهد الشوط الاول بتقدم نادي النصر على نادي خيطان 16-15. استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين، وأعود بعدها إن شاء الله استكمال مجريات الشوط الثاني. استراحة قصيرة ونعود لكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين عدنا لكم بعد استراحة بين الشوطين لهذا اللقاء ليكمل معكم مجريات الشوط الثاني اللي انتهى بتقدم نادي النصر على نادي خيطان 16-15. تعود لنادي النصر، تمريرة خاطئة، تمريرة خاطئة، خيطان ناقص لاعب أربع، الآن سوف يكمل، اكتمل اكتمل خيطان، اكتمل خيطان. بداية الشوط الثاني، كرة مع كانت مع النصر، الإرسال أضاع الكرة بعد تمريرة مختار كوري الخاطئة اللي ما وصلت للاعب الدائرة ناصر الفرج. تعود الآن لخيطان، فهد الفاضل إلى يوسف البلوشي، الحداد إلى يوسف الحداد، الفاضل يوسف الحداد، والدخول تمرير الدائرة عبد الرحمن إلى الفاضل، وجابر العازمي، جابر العازمي يتصدى يتألق ويتعملق بمرمى نادي النصر. مختار كوري النصر، دفاع قوي من إبراهيم، دفاع قوي من إبراهيم البلوشي، هذا مختار كوري إلى القحطاني، والدخول ورمية سبع أمتار، رمية سبع أمتار صحيحة، وسلامات للقحطاني، وهذا حكمنا القاري عبد الرحمن الملة الجميل. يعني لما نتكلم عن عبد الرحمن الملة راح نقول حك من الحكام المميزين. طبعا عبد الرحمن الملة هذا اللي معك على الشاشة اخذ الشارة في عمان 2018، ومن المباريات اللي قادها عبد الرحمن السوبر الاماراتي البحريني الشارقة وبربار 2018، تحكيم الاسيوية لرجال الكويت 2020، بطولة الشابات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2019، والتحكيم النهائي في نفس البطولة، وهدف يسدد الصلال ويتقدم، وايضا تحكيم كأس الامير سلطان بالسعودية والدوري القطري المربع الذهبي، بطولة سيدات بجاكرتا 2014 الاسيوية، وترشيحه للدراسات الدولية 2020، ولكن بسبب كورونا لم يحصل على هذه الشارة، حظه كذي، ولكن يتم حكم مميز عبد الرحمن الملة، شكرا. وتعود سريعة، وهدف هدف هدف سجله، هدف سجله خيطان وعاد عليه بهدف سريع، هذا الهدف اللي سجله الحداد، وهذا الهدف السريع من السنتر والمرمى فاضي اللي سجله فيصل القحطاني.
يسمحوا لي عزيزي المشاهد بهذا التنويه، لان من حق اي رياضي سواء كان حكم او لاعب ان نعطيه حقه. وهذا وتمرير الدائره، ويا ابراهيم، يا ابراهيم، ابراهيم البلوشي تعود سريعه ويسجل الهدف 17 وخلص الفارق الى هدف. هذا هدف ابراهيم بعد تمريره الجميله من يوسف البلوشي. يجب علينا وكامانه اعلاميه احنا كمعلقين ان نعطي كل ذي حق حقه. وعبد الرحمن الملا حكمنا الغاري يستحق هذه الاشاده، وهو مثال للرياضي الكويتي. اوه يا ناصر الفرج، ولكن الحلواتشي بالخبره، الحلواتشي بالخبره يشيلها، يتصدى الحارس البديل، ينزل هذا عبد الله الحلواتشي اللي امامك على الشاشه، حارس النادي العربي السابق، وهو ترعرع بالنادي العربي ولعب لموسم مع نادي كاظمه، والان هو مع نادي خيطان. عبد الله الحلواتشي حارس مميز، تعود خيطان فرصه للتعادل. بعد الفاضل الى يوسف البلوشي، الى الحداد، للجناح شاولي عبد الله، والقائم يحرم الشاولي، يحرم شاولي وخيطان من التعادل. تعود للنصر سريعه، مختار كوري، والتمرير ساير العنزي الى كوري، مختار الى القحطاني، والدخول، وهدف، هدف فيصل القحطاني، هدف فيصل القحطاني، هذا هدف فيصل. اللعب السريع وعدم الرجوع والانتظام بالدفاع من نادي خيطان بسبب اللعب السريع، يعني بالكويتي ما اعطوهم، ما وهلوهم، ما اعطوهم فرصه يرجعون يضمون نفسهم. يتقدم النصر فارق هدفين اول خمس دقائق. خيطان، يوسف الحداد، الى تشاولي، الى يوسف البلوشي، حاول الدخول، يا يوسف البلوشي، يوسف البلوشي هو هو قائد الترسانه، هو قائد الترسانه لخيطان. متى ما اشتغل يشتغل خيطان. تعود للنصر، مختار كوري الى ساير، والدفاع تعود لخيطان للنصر، فارق هدف، وهذا هدف المتالق. هذا انا اطلقت عليه الحرش، الحرش يعني حركي حركي حركي، وهو هدف يسجل مختار كوري، مختار كوري اتوقع هو اللي سجل. اي مختار، شوف بالثبات المست الحلواتشي، ولكن دخلت المرمى. 20 النصر، 18 خيطان، فارق هدفين. تعود لخيطان، يوسف الى الحداد، محاول الدخول، وخطا، خطا فاول للحداد. هذا يعقوب اليوسفي، ابو يوسف، حكام مميزين. تعود بعد الفاضل الى يوسف، تمرير دائره ابراهيم، هناك خطا، خطا دفاع على ابراهيم، تمت اعاقته وضرب باليد ما استلمها، خطا. تعود عبد الرحمن الفاضل الى فهد الفاضل، الى عبد الرحمن، لكن تنقطع، يقطع ساير، لكن هناك كانت اعاقه على يد فهد الفاضل، اتاحت الفرصه ما وصلت لعبد الرحمن. نعود للخطا، اشاره لعب السلبي من حكام اللقاء. الحداد الى يوسف، تشاولي خذا ما زارت لخيطان، يوسف البلوشي يقطعها القحطاني، جابر، ويهدي جابر، يهدي جابر العازمي، يهدي جابر العازمي. فيصل قحطاني، النصر، مختار كوري لناصر، وناصر الفرج، ناصر الفرج، وعندك الفرج يا ناصر الفرج. لاعب شوف يستلم ولف ويركز ويشوت، يعني هدف جميل يسجله. وهذا جابر العازمي الحارس المتألق والخبرة، وهذه التصديات، ثمان تصديات لجابر العازمي وثمانية أيضا لحارس خيطان. تصويب وخطأ، خطأ، كان هناك إعاقة على يوسف الحداد. فارق ثلاث أهداف، تقدم النصر، وسع الفارق، كرة الآن مع خيطان. بعد الفاضل يوسف بلوشي إلى الحداد، دفاع 5-1 من القحطاني، النصر، يوسف البلوشي إلى تشاولي، ومسكر كل المساحات نادي النصر، دفاع محكم لحد الآن، يوسف، ودفاع قوي ثنائي من مختار كوري الجزائري وناصر الفرج. إشارة اللعب السلبي واضحة لحد الآن، يوسف البلوشي
حاول الدخول فهد الفاضل تصويب الى الحداد ما توصل للحداد واللعب التصويب الى ابراهيم وهناك خطأ يا ابراهيم خذيت اربع خطوات قبل لا توصل للستة خطأ لخيطان وهذا بشار البلوشي المدير الفني شارت اللعب السلبي واضحة يقول لهم ثلاثة متر حكم القاري عبد الرحمن الملة ابراهيم والتصويب الحداد بالبلوك ورمية زاوية لخيطان اتوقع اخر تمريره اللي تمريره اضافيه اتوقع خلاص وهوائيه وما وصلت كانت الفكره جميله لكن ما كملت القحطاني تمرير وخاطئ تروح لخيطان تشاولي يوسف البلوشي والدخول ويسجل يوسف البلوشي هذا التمرير الخاطئ من النصر تعود سريعه تشاولي البلوشي يوسف اللي سجل منها الهدف رقم 19 وتقليص الفارق الى هدفين وهذا طبعا صالح الشكري مو عاجبه يقول شنو هذا من حقك يا صالح من حقك يعني انت فارق ثلاث اهداف بدل ما تكون فارق اربع عاد اليك الان فارق الى هدفين فيصل قحطاني الى ساير ورمية سبع امتار وهذا حكم عبد الرحمن الملة إدارة جميلة من حكام لقاء اليوم وهذا عبد الرحمن الملة صح واجه المرمى هناك إعاقة على اليد لساير رمية سبع أمتار من غير عقوبة قرار صحيح وسليم بالتنفيذ الصلال يا الحلواتي يتصدى عبد الله الحلواتي هذا الحارس هذه تصويبة الصلال لكن يتصدى لها عبد الله الحلواتي لتصويبة الصلال 10 دقائق على زمن الشوط الثاني 21 النصر 19 خيطان فارق هدفين هل يقلص الفارق خيطان ممكن هذا راح نشوفه يوسف بلوشي فاضل الحداد الى فهد الفاضل ما توصل لبلوشي يوسف حاول الدخول فهد الفاضل دفاع قوي من النصر تمرير الدائرة ما وصلت يا يوسف ما وصلت وسريعة من جابر للقحطاني فيصل القحطاني يسجل هذا فيصل هذا التمريرة يا يوسف كانت واضحة يوسف تمرر الدائرة مو بهالطريقة وتصويب وفاست بريك جميل يسجل منه فيصل القحطاني كانوا مسكرين على الدائرة يا يوسف ولكن أصر يوسف لتمرير الدائرة ويعود الفارق إلى 3 أهداف للنصر وهذه أخطاء الفنية كثرت أخطائك يا خيطان فمن كذي 9 الفارق 8 أخطاء فنية على الخيطان و5 أخطاء فنية على النصر طبعا الأخطاء الفنية تأثر على نتيجة المباراة يعني تعطي الفارق والأفضلية تعود للجناح الفاضل عبد الرحمن يسجل عبد الرحمن الفاضل هذا الصغير عبد الرحمن الفاضل من الجناح هذا جناح السمكة على طريقة السمكة طبعا يعرفونها لاعبين كرة اليد هذا جناح يسجلها عبد الرحمن الفاضل الجناح العكسي دفاع طبعا خيطان يلعب دفاع متقدم بخروج مانتومان وساير وهدف يسجل ساير بخروج عبد الرحمن الفاضل مانتومان على مختار كوري طبعا هذا الدفاع ذو حدين وهذا هدف ساير لما انت تطلع لاعب مانتومان هذا هدف ساير راح تفضي مساحات ورا بالدفاع يعني انت ليش ادورك ذو حدين يعني راح اي مهاره فرديه طوف لاعب مساحات كبيره بالدفاع راح تكون لان راح ينقص تعود لخيطان الحداد الفاضل ما توصل النصر سريعه القحطاني ورمي لمس الخط زلق القحطاني ولمس الخط تعود لخيطان تشاولي ويقاف للوقت ووقت مستقطع وقت خلينا نشوف هذه الحالة الخط مالت فيصل القحطاني خلينا نشوفها فيصل لا صح واضحة هذا فيصل خلينا نشوفه واحد لا نزل توف نزل قبل لا يشوت لا نازل داخل الستة قرار صحيح وقت مستقطع خلينا نسمع اللي طلبه الكابتن بشار لنادي خيطان خلينا نسمع ما
زيد أربعة نقول زيد تنين. اسمع نفس الشيء، شوف شوف في الدفاع فيصل راك متقدم، غير الباك يبدا يدخل داخل، انزل على التسعة امتار باش تسكر. لما يصير 5-1 نفس الشيء يوسف، مرة الضغط هنا حق الحداد من اول شيء، يرجع 6-0 سوي خيطان زين، سوي كروس مع فهد، كروس مع الحداد، شوتو يلا يلا صح الملعب، لا تصك الملعب هذا مون طويل، حد خلونهم على الراحة هناك وهني قاعد يرجعون عليكم، بس برك ما قاعد يرجع. انتهى الوقت المستقطع اللي يطلب المدير الفني لنادي خيطان الكابتن بشار البلوشي بعد ما اتسع الفارق وكثرت الأخطاء الفنية، يريد الكابتن بشار يعيد ترتيب الأوراق وتهدئة اللعب، يعود يستأنف اللقاء مرة أخرى، هل يستفيد خيطان من الوقت المستقطع ويقلص الفارق؟ هذا اللي راح نشوفه عزيزي المشاهد. الحداد والتصويب وجابر العازمي، جابر العازمي سلامات يا جابر، سلامات يا جابر، في وقت التصدي اتوقع انه داس على الكره، سلامات بس قام، ما في الا العافيه ان شاء الله، ما في الا العافيه جابر، سلامات سلامات يا جابر العازمي. هذا جابر متمدد على الارض مريح، ما في الا العافيه ان شاء الله، ساير دمري للدائره ناصر ورميه 7 امتار. عطني اياها مخرجنا، عطني اياها، شوف الفرصه الجميله من حكام اللقاء، شوف شوف قرار صحيح من حكم اللقاء، شوف ساير ممسوك عطى فرصه، ناصر ايضا ممسوك عطى فرصه صوبها، مو هدف، الرد للعقوبه، شوف المسك من ورا 7 امتار ودقيقتين، برافو برافو حكام المباراة، برافو كبيرة على الفرصتين اللي اتيحت من الحكم يوسف يعقوب اليوسفي، وساير وهدف، يسجل ساير هدف على الحارس نادي خيطان، الحارس البديل، الحارس والله مو حاضرني اسمه، يعذروني اعزائي المشاهدين، اتوقع الحارس رقم 16. تعود لخيطان كبري الدائره، ابراهيم ويسجل، ابراهيم يسجل، ابراهيم ويقلص الفارق، يسجل اللاعب ابراهيم البلوشي هدف الدائره من الدائره، ومختار كوري والحلواتي، الحلواتي الحلواتي يتصدى لتصويبة مختار، هذه الكرة الهدف بعد تمريرة جميلة من يوسف البلوشي لولد عمه ابراهيم البلوشي، وهذا تصدي الحلواتي، طبعا طبعا هذا امامك يعذرني الحسن علي، الحسن علي هذا البلوشي وهدف، طبعا يعذروني اعزائي المشاهدين لانه معطيني رغم غلط، معطيني اياه 15 وهو رغم 16، الحسن علي، الحسن علي، وهذا هدف البلوشي يوسف اللي سجله وقلص الفارق الى هدفين، خيطان ناقص والقحطاني والحلواتي وفاول، هناك خطا فاول، فاول اعاقه من احمد اسماعيل عبد القدوس اللاعب احمد اسماعيل رقم 10، تعود ساير والدخول والحلواتي، الحلواتي الحلواتي فاز بريك سريع الى تشاولي ويسجل تشاولي ويخلص الفارق، يتألق عبد الله الحلواتي من بعد دخوله في الشوط الثاني، هذا هدف تشاولي، شوف شوف وتخليص الفارق الى هدف، هذا هدف عبد الله تشاولي من فوق الحارس جابر العازمي، يتألق عبد الله الحلواتي من بعد دخوله، والفارق الان هدف، مطلق المطيري الى القحطاني، تصويب بالبلوك ورميه زاويه، رميه زاويه للنصر، انتصفنا الشوط عزيزي المشاهد 16 دقيقه 24 النصر 23 خيطان، فارق هدف
الكرة مع النصر، ناصر الفرج، ضاري عيسى المزين، والحلواتي الحلواتي وتعود سريعة الحل. أوه تاولي يا عبد الله، هدف 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 الحلواتي. شوف الحلواتي، شوف الحلواتي، هذا الحلواتي يتعلق ويتعملق ويتصدى لكل تصويبات هذه. ابتسامة، ابتسم يا عبد الله، ابتسم يا عبد الله الحلواتي، ويلتمون عليه ربع الحراس. ما شاء الله أربع حراس نادي غيطان. هاو تايم اوت ياخذه صالح ابو شكريو بعد تعلق هذا الحارس ومنعهم من شوتولو تحت كل فارق ثلاث اهداف ويعود خيطان للتعادل. خل نسمع كابتن صالح شو يقول للاعبين. السبعه متر ويشوت، بس اول ما يدش سوى فاول. بالهجوم نفس الشيء يوسف، ما ابي شيء، لا تسوي ولا واحد، لا واحد ولا اثنين. اخذ الكره من الحداد، ارجع فيها، طوف هني، طوف هني، إيه هذا قايله لا يسكر، بس طوف، طوف هني هني، لا طوف هذا ابراهيم، اذا طاف هذا يصير العكس. وين العكس؟ وين ابراهيم؟ انت من قاعد طالع. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني صالح ابو شكريو لنادي النصر. كان واضح، كان واضح عزيز المشاهد، مو عاجبه، كلمهم ما ادري شنو، قال لهم كلمتين وقال لهم خلاص روحوا. يعني فارغ ثلاث اهداف ومعاك الكره وضعت الكرات سهله. والكابتن بشار من جهته شنو قال؟ قال لهم اهم شيء ارجع، لا تخلي ينفذ عليك فاست بريك سريع. وهذا امامك التصديات، 12 تصدي لنادي خيطان من 36 تصويبه، وتسع تصديات من 33 تصويبه لنادي النصر. اوه يا الحلواتي، حط له 13، حط له 13، يتالق الحلواتي ويتصدى لتصويبه ساير. لعنزي من نادي النصر، خيطان نزل الحلواتي يبي اللقاء، والحلواتي وهدف كوري، مختار كوري علقها، مختار كوري علقها، مختار كوري. هذه تصويبة الجزائري، شوف من وين، من العشر امتار، من العشر امتار، مختار كوري تصويبة بالتسعين، حطها بالتسعين ويتقدم النصر، يتقدم النصر. طبعا خيطان بعد ما طلع على مختار كوري مان تو مان عاد من الثلاث اهداف الى التعادل. وهذا هو يعود كوري ويسجل التقدم، ودفاع قوي من النصر على نادي خيطان. ابراهيم البلوشي، يوسف البلوشي، والدخول يا يوسف يا يوسف يوسف يا يوسف، هذا الحرج 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 الحرج، يوسف البلوشي الحرج، ما يعني مميز. والكوري والحلواتي الحلواتي 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 الحلواتي، يتألق ويذود عن مرمى خيطان بكل قوة وبسالة. هذا الحارس عبد الله الحلواتي، هذا هدف الحرج يوسف، وهذا تصدي الحلواتي، هذا تصدي عبد الله الحلواتي الذي اللي نزل والتصويب، وهدف هدف 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 الحرج 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 يوسف البلوشي. شوف 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 يوسف، شوف يوسف يتحرك، لاعب مميز وسريع، عنده مهارة فردية، لاعب مميز يوسف البلوشي للأمانة. ويتقدم خيطان مرة أخرى بفارق هدف. النصر الدقيقة 11، دقيقة 19، آخر 11 دقيقة، خيطان متقدم بهدف، يغلب الموازين بدخول الحلواتي المتألق نادي النصر. عيسى المزين ودفاع قوي من عبد الرحمن الفاضل، تعود لخيطان للنصر، مختار كوري وشارة اللعب السلبي للدائرة، ناصر ما استلمها، ناصر ما وصلت حق ناصر، تعود لخيطان سريعة الحداد، ويقطعها ساير. ووجهته يا ساير، لا وجهته، كانت واضحة يا ساير. ابتسامة من عبد من الحكم يعقوب اليوسفي يا ساير، راح تشوفه، راح نشوفه بالإعادة. خلينا نشوف هذه التمريرة، لا 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 مبين، لمستها لمس خفيف، تبيها توصل حق جابر، القطعة مو بالطريقة يا ساير، بطراف أصابعك، بطراف أصابعك، يعني كانت واضحة. تسيير الكرة والدخول والدائرة، عطنا اللبسة، عطنا اللبسة الواحدة من الحر. شوف على طريقة رفع كرة الطائرة، شوف شلون وصلت حق يوسف، شوف تمريرة يوسف، شوف. اوه هدف هدف هدف، ذكاء وتمريره جميله من يوسف البلوشي لابراهيم
اللي يسجل ويتقدم نادي خيطان في آخر عشر دقائق. خيطان قلبها، قلب موازين اللقاء بفضل المتألق بالمرمى عبد الله الحلواتي، وكوري ويسجل مختار، يسجل مختار. خيطان كان متأخر بثلاث أهداف، عاد إلى اللقاء وهو متقدم الآن، ولكن كوري يعود بالفارق إلى هدف. مختار كوري، كل الخطورة من هذا اللاعب المحترف الجزائري مختار كوري. تعود نادي خيطان متقدم بهدف. فهد الفاضل، يوسف إلى الحداد، يا الحداد طريقة غريبة ضيعها، سريعة فاست بريك، وأيضا خاطئة من جابر تنقطع من خيطان وتعود لخيطان. عبد الرحمن الفاضل، فهد إلى يوسف الحداد، إلى الفاضل ويهدي عبد الرحمن الفاضل. أوه يا عبد الرحمن، تمريرة غريبة وأخطاء فنية غريبة، وتعود للنصر ومطلق ويسجل التعادل، يسجل التعادل مطلق بعد تمريرة غريبة طويلة وغير مبررة من عبد الرحمن الفاضل. يعني ما حد ضاغط عليك يا عبد الرحمن، وهذه الأخطاء الفنية، عشر أخطاء فنية على خيطان وثمانية على النصر، أخطاء فنية كثيرة من جانب الفريقين، والآن تعادل. وهذا صالح أبو شكريو كلش مو عاجبه، مبين على ملامحه مو عاجبه، كان متقدم بثلاث أهداف. تعود الآن خيطان، يوسف البلوشي، هناك إعاقة ودفاع، تعود لخيطان، يوسف الحداد، ضاعت عليك، تعود سريعة، إيقاف للوقت، إيقاف للوقت دقيقتين، عاد الامتعاد مسافة الثلاث أمتار عن مكان تنفيذ الرمية، عدم الامتعاد. شوف هذا جابر ما ابتعد ثلاث أمتار ورفع إيده ضربت فيه، صح 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 يا يوسف الحداد عليك، صح يا يوسف، ابتعاد، يجب الابتعاد عن مكان تنفيذ الرمية، ثلاث أمتار ما ابتعد يا يوسف، وعاقة الرمية استبعاد لمدة دقيقتين، عدم احترام المسافة القانونية وهي ثلاث أمتار. خيطان ناقص لاعب، شوف الإيقافات عزيزي المشاهد، خمسة على خيطان فقط، إيقاف واحد على النصر، والله وايد يعني، خيطان عشر دقائق ناقص لاعب. تعود للنصر، مختار كوري ويسجل مختار، يسجل مختار كوري هدف التقدم للنصر. هذا مختار كوري، هو من عنده المفتاح والحل بنادي النصر في لقاء اليوم. مختار كوري لاعب الجزائري المتألق، مختار كوري لاعب رقم 26 مسجل ليه حد الآن. مختار كوري تسع أهداف ما شاء الله، تسع أهداف. تعود لخيطان، يوسف إلى الفاضل، فهد والقائم يا فهد. تعود لعبد الرحمن ويهدي، يهدي يهدي نادي خيطان، ناقص نادي خيطان. يوسف البلوشي والدخول ورمية مرمى، رمية مرمى دخلت خط خط، وتعود لنادي النصر والمطلق وهدف مطلق. وهناك لا 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 لا، هناك أربع خطوات راح نشوفها، راح نشوفها، راح نشوفها قرار الحكم. هذه شوف، هذا الخط، شوف شوف الخط، ما حد بضاغط عليك يا يوسف، صح، وهذه الأربع خطوات من مطلق، شوف استلمها طق دربل، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست، لا 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 لا، برافو برافو يا حكم المباراة عبد الرحمن الملة، مو بس أربعة مطلق، ارجع وشوفها، خمسة إذا مو ستة، قرار صحيح من الحكم عبد الرحمن الملة. تعود لنادي النصر، نادي خيطان عفوا، البلوشي وخارج المرمى يا يوسف، خارج المرمى يا يوسف، فارق هدف للنصر، وآخر ست دقائق وكمل نادي خيطان. تعود للنصر، نواف العنزي ويهدي، يهدي يهدي يهدي، تمرير تقاطعات، نواف العنزي ساير، العنزي إلى مختار كوري، إلى نواف، مختار وساير، توقع يرفعون اللعب السلبي، ورفعوا اللعب السلبي، صح رفعوا اللعب السلبي. مختار كوري، تمرير دائرة، ناصر الفرج،
ويأتي الفرج من هذا اللاعب ناصر الفرج. قلت لك والله لاعب مميز على الدائرة. هذا اللاعب يعني أتوقع فيه هدوء الدنيا كلها. لاعب شوف يستلم على الهادي، على الهادي. قلت لك يا جيم الأول يلعب على الهادي، على الهادي هذا اللاعب المميز ناصر الفرج، وهو لاعب مميز ترى على الدائرة. لو استغل نادي النصر وخلنا نشوف هذا اللاعب فهد الفاضل. هناك خطأ، لا في خطأ، صح صح صح، في إعاقة، في إعاقة، قرار صحيح، في إعاقة، يعني لعب على جسم اللاعب، ما خلى يشوت على راحته. شوف ماكو شيء يطوف عليك، شوف شوف، لا 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 يا صلال، شوف الصلال، لا لا لا، لاعب عليه الصلال، لاعب عليه دفاع كرتيات صح، ولكن إعاقة فاول، يعني ما يصير يطوف. قرار صحيح من الحكم، تصويبه خارج المرمى، خارج المرمى من يوسف الحداد، خارج المرمى، ويهدي نادي النصر. فارق هدفين للنصر، واخر اربع دقائق ونص، يهدي النصر، يهدي النصر مع الكره وهو متقدم بهدفين. مختار كوري الى ساير، الى مختار، الى نواف، الى مختار، ساير الى نواف، الى ساير، دفاع قوي من فهد، خيطان تمرير الدائره، ناصر الفرج، ناصر الفرج خلصها، يقول عطوني اياها وانا اخلصها، عطوني اياها وانا اخلصها لكم، اخلصها لكم على الهادي، على الهادي، على الهادي، وانا الهادي، وانا عندي الفرج، انا ولد الفرج وعندي الفرج. هذا شوف ناصر، شوف التحرك والاستلام، شوف لف فيها وسجل ناصر الفرج. ناصر الفرج يسجل ويوسع الفارق الى 3 اهداف. تعود لخيطان، فهد الفاضل، يوسف البلوشي الى الحداد، الى الفاضل، الى يوسف الحداد، يوسف البلوشي، حاول دخول التصويب، تمرير الدائره، هناك تحديث خاطئ وتعود للنصر، راح يخلصها. عندك الفرج يا فرج، عندك الفرج، قلت لك قلت لك قلت لك قلت لك قلت لك قلت لك بطريقه فنيه ناصر الفرج، بالعقل بالعقل بالعقل، شوف 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 شوف، فوق راسه، من فوق رؤوس، من فوق الرؤوس يسجلها، شوف بطريقه فنيه، شوف فوق راس البلوشي، فوق راس محمد البلوشي الحارس البديل للنقيطان، يوسع الفارق، هو اللي سجل الفارق ناصر الفرج، وتصويبه ونا وجابر العازمي يتصدى ويهدي النصر. خلاص حكم قبضته، حكم قبضته نادي النصر، هذا تصدي جابر العازمي بعد تصويبه يوسف البلوشي. خلاص حكم قبضته نادي النصر على اللقاء، حكم القبضه على اللقاء، والفارق 4 اهداف واخر دقيقتين ونص، والكره مع النصر، ويهدي النصر. خذاها النصر بخبره في اخر الدقائق، مختار كوري، نواف العنزي، والتصويب، ويتصدي، يتصدى، يتصدى محمد البلوشي، محمد جمشير البلوشي، محمد عبد الله جمشير البلوشي، الحارس البديل، الحارس رقم 1 بنادي خيطان. آخر دقيقتين، فارق 4 أهداف، فهد الفاضل، يوسف، فارق 4 أهداف، يوسف البلوشي، هناك خطأ، خطأ لخيطان، يوسف إلى يوسف الحداد، إلى يوسف البلوشي، إلى الفاضل، الحداد، الدخول، التصويب، وهدف يوسف الحداد، يسجل هدف رقم 28 ويقلص الفارق الى 3 اهداف. واخر دقيقة ونص عزيزي المشاهد، وهذا هدف يوسف الحداد، الهدف رقم 28، اخر دقيقة و15 ثانية، وفارق 3 اهداف، كرة مع النصر، خطأ اللاعب مان تو مان مع لاعبين، نواف العنزي، ونواف العنزي، نواف العنزي، هذا اللاعب نواف الاشول اللي سجل هدف الامان والاطمئنان لنادي النصر ولصالح ابو شكريو. اخر دقيقه وفارق 4 اهداف. خلاص عزيزي المشاهد نقدر نقول مبروك لنادي النصر، فارق 4 اهداف و45 ثانية، وتعود لخيطان، تنقطع ورميه زاويه، رمية زاوية لخيطان، تنفيذ شاولي، الحداد، تمرير إلى شاولي، آخر نص دقيقة،
فهد الفاضل الى عبد الرحمن الى فهد الفاضل دخول التصويب وجابر يتصدى وتعود سريع للنصر فاست بريك وساير ويسجل ساير العنزي ويسجل ساير العنزي الهدف فارق الخمس اهداف هذا هدف ساير العنزي فارق وخلص اخر خمس ثواني خلص نقدر نقول مبروك 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 نادي النصر الفوز على نادي خيطان وارد لك خيطان الفوز بفارق خمس اهداف 33 النصر 28 خيطان اعزائي المشاهدين شكرا لكم على متابعتنا في هذا اللقاء وكل امل ان التقي معاكم في لقاءات قادمة إن شاء الله تقبلوا تحياتي كان معكم محمد يوسف مدو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.